لختام البرنامج الصباحي صباح اليوم، ولكن الختام رح يكون مسك مع ضيفة جدا مميزة. يمكن استضفناها كتير قبل، كل مرة أطلالتها تكون مختلفة لأن كل مرة الموضوع يكون مختلف. اليوم مثل العادة سلوى ما بتقدر تطلع من بيئتها، ما بتقدر تطلع من الدم يلي بيمشي بعروقها، يلي هو كل شيء فيه بوجه تحية لفلسطين. وعلى طريقتها رح تشارك بليالي رمضان بليلة ترابية، ولكن كالعادة رح تكون التحية الأكبر إلى فلسطين، الإعلامية، الفنانة، الموسيقية، يعني شو ما بدكم منعرف عنها لسلوى جرادات جاي مع كل شيء بشخصة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ورمضان صباح. كريم حبيبي سعد صباح، شكرا كتير. صباح الخير لكل مشاهدين، رمضان أهلا كريم. أهلا وسهلا فيك. يعني سلوى بعرف أنه رمضان السنة مختلف لإليك، مختلف يعني خلي أقول مختلف بطريقة سيئة مع الأسف، انه اهلنا بفلسطين لا يزالون يعانون، لا يزالون يعني عم يفطروا، خليني اقول مثل ما بلشت انا هالشهر اقول عم يفطروا، بدل ما يفطروا على الخبزه والتمره والشوربه عم يفطروا على اصوات القذائف، على الحديد، على النار، على الكابه، على البكي، على الخساره الكبيره. بدايه عم تطمني على اهلي؟ الحمد لله، يعني كل وقت تقريبا عم تطمن على اهلي. يا رب يكونوا كلهم بخير. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله يا رب ما بتدقن شوكه. يا رب، يعني بتمنى السلامة لكل شعبنا. يعني بعد اللي قلتيه ما في شيء نقال، العالم جوعانين، بيقولوا العالم هلا هون صايمين. انا بقول انه اهل غزة صار لهم 4 شهور حقيقي صايمين. صحيح. على وجع وعلى قهر وعلى اكل. صحيح. وعلى كثير اشياء. صحيح. يا رب يا رب ان شاء الله السلامة قريبة لاهلنا. يا رب بهيدا الشهر. سلوى اليوم يعني تحية رح تكون خاصة منك، تحية رح تكون مختلفة بليلة ترابية بامتياز رح يشوفوها الناس معك. قلتي لي انه جبتي الاغاني رح تكون مختلفة، يعني رح على 36، يعني هالقد رجعتي بالزمن لورا، كيف فقتي على هيدي الاغاني؟ صراحه اول يعني بداياتي لاعرف هول الاغاني كانت مع مؤسسه نوى الثقافيه، اللي هي بتشتغل على انه تارشف وتجمع كل شيء له علاقه بفنانين فلسطينيين غنوا طرب، وكنت ضمن هاي الفرقه بغني. وبعدين لما جيت على لبنان وبلشت اتعلم بالجامعه الانطونيه، عملت بحث كمان عن راديو القدس بالثلاثينات، واللي منه لقيت كنز هيك 39 مجله قديمه لبرنامج الإذاعي، شو كان موسيقى بالإذاعة يوميا، ومنها استوحيت هاي الأغاني. في قصص لقيتها على أسطوانات بالأرشيف بمؤسسة أمار يلي مأرشفين أغلب أسطوانات بالوطن العربي، وجزء منها كمان كان موجود مكتوب نوتة من خلال أكيد مؤسسة نوى. كثير حلو. طيب قلتي بدك تسمعينا شيء صغير هلا من التراث. صحيح. والتاريخ اللي اكتشفتي، فينا نسمع شوي؟ اللي راح اقوله هلا هو توشيح ديني بمناسبه الشهر الفضيل اكيد. نعم. للفنان روح الخماش اللي هو من نابلس، وهالشيء اللي هو كان اكيد بفرقه الاذاعه قبل 48. يا سامع النجوى الضمير، يا عالما ذات الصدور، يا كاشف الكرب العسير، يسر أموري يا إلهي. الله يا سبل الرشاد، يرجوك يا ربي فؤادي، اقبل رجائي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. الله، يعني نحن بنقول من تمك لبيب السما دغري يا سلوى، وتوصل لكل الناس. اليوم لما قررتي تعملي هيدي الليلة الترابية، يعني بعرف انه كتير صعب بالنسبة لك هيدا الشيء، بس شو اللي خليكي اليوم تقبلي انك تقدمي هيدا الليلة؟
صراحة أنا كل سنة بقدم ليلة طربية مع الحمام الجديد، وأنا كتير بتشكرهم دايما على الاستضافة والدعوة. سنة الماضية كمان شاركت معهم غنينا أم كلثوم حماد عبد الوهاب، واللي هو الشيء المتعودة أغني. اللي خلاني أقبل هالمرة مع الوجع لأنه فعلا أول فترة من وقت الأحداث بغزة ما كنت كتير عم بشارك بفعاليات صحيحة. اللي خلاني أشارك هو حسيت بمسؤولية أنه أنا لازم أقدم شيء عن جد، ولازم أقول عن فلسطين، ولازم أقول عنها بكل أشكالها، تراثي طربي، ولازم أحكي أنه كان عنا فنانين وكان عنا موسيقى، لأنه إسرائيل دايما بتشتغل على أنه تقول إحنا جينا على بلد شعبها ما عنده ثقافة أصلا، ما فيها شعب، نحن عملنا بلد من ولا شيء. فكل الوقت بحس أنه بمسؤوليتي أنا كفنانة موسيقية باحثة أن أقول لا، موجود كل شيء. نحن قبل كان عنا فرقة إذاعة فلسطينية، وهذا الشيء اللي أنا بحكي عنه اللي هو أنا بعرف يعني مجالي بالموسيقى، كان عنا فنانين ملحنين، مش بس هيك كان عنا كمان مسارح كتير مهمة بتيجي بتزورها، يعني مسرح يافا والمسارح الكتيرة اللي كانت موجودة كانت بتيجي عليها أم كلثوم، كان بيجي على محمد عبد الوهاب بيقدموا كمان سهراتهم، فكان عنا حياة موسيقية كتير كبيرة. صراحة هاي المسؤولية اللي خلتني اليوم أكيد أقول إنه لازم أقول هالشيء، أكيد لأنه بتعرفي سلوى كل واحد ضمن اختصاصه لازم يطلع يحكي، لازم يطلع يعبر، لازم يطلع يقول، يعني لأنه إذا بدنا نضلنا نقول لا وبلا مش وقتها وما بدي شارك وما بدي يكون موجودة، أنت كمان عم بتشاركي بأنك تمحي هيدا التاريخ اللي الغني يلي صحيح. أنت عم تحكي فيه هلأ. سلوى شو رح يتضمن هيدا الليلة، شو رح تتضمن غير اللي هلأ سمعتينا إياه؟ رح تبلش أكيد بتوشيح ديني، بعدين رح نروح لنص الحفل حيكون أغاني تراثية سهلة منعرفها بالعادة متعودين عليها، أوكي. مثل مامويل الهوى، مثل طعن النصراويات، وهيك كمان منذكر العالم أكيد. شوي بأغاني هيك خفيفة تراثية هني على ما سمعون معروفة. صح. والنص الثاني حيكون هو الطربي، هو الجديد اللي حيتقدم جزء كبير منه لمحمد غازي، روحي الخماش، ماري عكاوي، فحيكون بين هول السياقين. مين رح يكون معك سلوى؟ مين رح يرافقك؟ مين في فرقة؟ في أكيد حيكون معي على القانون نعيم، تشيلو علي عبده، وحيكون في معي بطانة بيغنوا صبايا رنيم، وحتكون معي كمان دف ورنح، كمان حتكون بطانة عم بتعيد يعني بعض الأغاني، وفي بعض الأغاني حنغنيها بشكل جماعي. طيب هلا إذا بدك تسمعينا شيء تراثي معروف الناس معودة عليه على ما اسمعها دايما، شو بدك تختاري؟ فينا نقول يما ميل الهوى، العالم كتير بتعرفها. يلا يما ويل الهوى، يما ويلي، يما ويل الهوى، يما ويلي، ضرب الخناجر ولا حكم النازل فيا، ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني، والصيف لما انقتى ولع نيراني، بضل عمر فدا ندرا للحرية. يما مويل الهوى، يما مويلية، ضرب حكم النازل فيا. ما بينشبع من صوتك سلوى، فيه خليك تغني. شكرا. مع انه الدنيا صبحيه وبعدنا فايقين من النوم. امبارح كنت كمان عم تتمرني مظبوط، قلتي لي انه كان عندك تمارين امبارح. هل رح تكون ليله واحده بس؟ برمضان حتكون ليلة واحدة بس، أكيد بعد رمضان في عنا هيك كم حفلة جايين إن شاء الله. بس قلي لي أي نهار أي تاريخ رح تكون؟ رح تكون بكرة ونهار بكرة. الجمعة صحيح، بحمام الجديد بصيدا. أنتوا على موعد مع سلوى لهالليلة الرمضانية، رح تكون معكم مرة واحدة بس، بس بعدين رح يكون في إطلالات أخرى تانية لألا سلوى. اليوم يعني قديه بتكون هالليلة برمضان عندها طابع مختلف؟ يعني أنت يعني بعدين رح تقولي لي أوكي رح أعمل، بس ليه دايما رمضان بيكون عنده شيء من النوستالجيا، خليني اقول شيء من الحنين يلي بحب اني روح وانبسط واستمتع بهالاغاني التراثيه الطربيه حقيقي. وحتى نحن الموسيقيه لما بنلعب هيك شيء
بهالشهر له طابع مختلف، بتحسي له طابع روحاني، اغاني مختلفه هيك بتحسي فيها، حتى شو بنلبس، شو بنطلع على المسرح، وجو الحمام الجديد اصلا بهالشهر بيكون في له خلص شعور مختلف مع العالم. وكمان جو صيدا، انا كثير بحب جو صيدا بهاليوم، لكل اهل صيدا عن جد لانه في جو عظيم وبساطه وحقيقه هيك بتلمسيها بس تروحي. انا كل سنه لما بروح على الحمام الجديد بعمل حفله، بضل من بعدها على السحور بمشي هيك بالبلد القديمه، يعني بشوف عن جد قد ايه في فرحه، في عالم مبسوطين. فايه يعني في جو حلو بهالشهر، في حقيقه شيء كثير روحاني، الواحد بيقول بتروحان، بتحس حالك بتروحان. لكم الناس بحاجه كمان سلوى، يعني بحاجه لمين يبلسم قلوبهم، لمين يزرع بسمه، لمين حتى لو اذا بدك ليله تراثيه ترابيه، بس هي بفتكر انه رح تخليهم عن جد ينتقلوا لعالم تاني، ينسوا شوي كل هالهموم يلي محاطه بحياتهم خلال هيدي الفتره. لانه انت ما تنسي كمان اليوم عم بتغني بالجنوب، عم بتغني بصيدا، عم بتغني بالمدينه يلي استقبلت مختلف النازحين من كل اضياع جنوبيه، يلي ايضا تعاني كغزه كفلسطين من نيران العدو. اكيد، وما بننسى كمان اهلنا بالجنوب وكمان اهل صيدا كل يوم شو عم بيسمعوا، شو عم بعيشوا. فاكيد اكيد تحيه عن جد تحيه لكل شخص مقاوم بهالبلد، لانه عن جد الصبر اوقات والصمود هو شكل كبير من اشكال المقاومه. صح. والوجع اللي بيعيشوه العالم والقهر والخوف كل الوقت من انه معقول يطالهم شيء، كمان هذا صمود ومقاومه كثير كبيره. فان شاء الله ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه مع اهل صيدا، ما في شك ابدا، وكثير متحمسه يعني لبكره الساعه 10 ان شاء الله، الساعة 10 عشية. أنا بس سؤال، أنت بتكوني محضرة البروجرام تبعك وعارفة شو بدك تقدمي، بس أوقات حماس الناس الزايد يعني، وبتعرفي بيكونوا بدهم أشياء يمكن أنت منك حاططيها بالبروجرام تبعك، عادة بتتجاوبي مع الناس يعني. أكيد. بتظهري من اللي أنت محضرتي. أكيد، سنة الماضية طلبوا غنيتين من بعدها، وبالآخر اضطرينا نحن الموسيقيين قلنا نعتذر خلص، تعبنا إنه قعدنا ساعة وساعة وأكثر حتى، والحمد لله هديك الحفل كمان كان في كثير حضور، يعني ما توقعناش احنا تاخرنا نطلع لحتى لسه يكون في مقاعد اكثر للعالم الجايين. فان شاء الله بنتمنى كمان هاي السنه هيك تيجي العالم تنبسط شوي، تتغير جو، وتفكر شوي كمان هيك انه جاي النهار نكون مبسوطين وبنغني فيه وبنحتفل فيه. والسلامة للجميع يا رب. صحيح صحيح. سلوى شكرا كثير لك. يعني بس كمان رح أذكر لآخر مرة أنه بكرة بالحمام الجديد بصيدا ابتداء من الساعة 10 عشية أنتوا على موعد مع ليلة تربية بامتياز مع أغاني من اختيار سلوى تحديدا يلي نبشت الأرشيف كله لتقدر تعطيكم أفضل ما وجد وأفضل الأغاني وأفضل التراث الفلسطيني، خليني أقول بليلة فلسطينية بامتياز معك سلوى جرادات. نورتينا، شكرا لحضورك. شكرا معنا، أهلا وسهلا فيك.